أقيم معرض صناع الاقتصاد وفرص العمل 21 تحت رعاية معالي وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح، والذي يهدف إلى مواصلة تحقيق رسالة دعم وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاعات المختلفة. مشاهدينا، المزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا التقرير. لدعم الشباب الكويتي في مختلف المجالات أقيم معرض صناع الاقتصاد وفرص العمل 21 حاملا رسالة هادفة لتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاعات المختلفة. أنا ماني مسمي معرض، بسمي مفخرة، وهذا حقيقة نشاط دكاترة شباب عندنا، وهذه اعتراف بدور الشباب ان احنا نجيب لهم الفرص اللي عندنا، وما زالوا هم طلبة، ما زالوا طلبة، ونقول لهم هذه الفرص الموجودة امامكم، قعدوا معاهم تعرفوا عليهم، عندنا قطاعات مختلفة مو قطاع معين، ونشوف الشراكة المسؤولية المجتمعية الحقيقية اللي صراحة أشوف أكثر من 20 شركة من القطاع الخاص تشارك في تشجيع الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص وتشجيعهم وتدريبهم كذلك في برامج تدريبية. وصراحة يعني هذا الشيء نفس المنطلق اللي وزارة الدولة لشؤون الشباب هي عاملة معهم، فراح يكون معناهم تعاون استراتيجي. العديد من الجهات شاركت في المعرض لتشجيع الشباب على بناء فكرة كاملة عن العمل فيها قبل التخرج وتحديد مسارهم الوظيفي وما يلائم مؤهلاتهم. المظلة هذه اللي توفرها لنا كلية العلوم الإدارية الحقيقة هي تنبع من روح المنافسة مثل ما هي موجودة في القطاع الخاص على بعض الأعمال، احنا نتنافس كذلك على استقطاب أفضل العناصر الكويتية من الخريجين والخريجات. المشاركون في المعرض أكدوا حاجة سوق العمل الملحة لشباب مبدع في مجال إدارة الأعمال، وهو من المجالات التي تعول عليها الدولة للانطلاق بخطة التنمية.